كل شوقي كابتن حسن رمز وقيمه، كابتن حسن حمدي رمز وقيمه كبيره جدا في النادي الاهلي. النهارده عيد ميلاده، لو حضرتك عايز تقول له حاجه. ربنا يديله الصحه يا رب. لو حضرتك عايز تقول له حاجه يعني. اقول له حاجات كتير قوي، اقول له كل سنه وهو طيب، ربنا يديله الصحه. احد اهرام الاداره الرياضيه في مصر. حقيقي. مش هتكلم عن الاداره الاخرى، الادارات الاخرى اللي هو طبعا في عمله الخاص ماليش دخل فيه، لكن كاداري رياضي يعني انا شخصيا في هذا العمر ما شفتش زيه. رجل هادئ متزن، يزن الامور بدقه شديده جدا، كل حاجه على قدرها وقراراته ثاقبه. كابتن حسن لما كان عنده 35 سنه و36 سنه كان بياخد قرارات مصيريه كبيره جدا جدا. كابتن حسن لن يتكرر في الاداره الرياضيه، رجل عظيم، ربنا يديك الصحه. أنا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معانا، دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا، وكل سنة وكابتن حسن حمدي طيب، ودايما يظل في قلوب كل الأهلاوية.